كشيغن حق افكر كشيغن افكر دين دلغه ما شيخ طوال ودق ما ابين عنه بلاين هذه ارتي ما افكر دكر قدم حي كنت ما ديالي نعلت هاي دي ودعنا مصيبين كدون كشيغن كدعاء شلك وفوش في الله سبحانه وتعالى وحادي كبر يا الهي كل مطر وحاد كبر يا الهي كبر يا الهي كل صومالي يجوك وحي الهي كبر يا قرحيبا الى اني مصر نقنان وقرحيبي اذا كلمين يروفوا بنادان او مسلمين تكال الهي كالالي او اني كبنافقين تا صومالي كبر في الهي قرح او قرقو الجرجر او هيل كنا بعلو اموري بعمدو بعملو الى وامري مصيبنا هذه اركي وريا ادوك اللي بقى افريكا صومالي عن جزتي ما انتو حاجة بسد افريكا وحاب بسد افريكا اقول قتال مكساسين وريا دين تنقفك كشيغتان دين تنقفك كشيغتان من يقول قمتان ولا دولة ولا شعب دين تنقفك كشيغتان دولة ديني شعب كينما بقت الدولة ديني معنا شعب كينما تنقفك دين تكشيغتان منافقين ودنتي اذن كتان انت ودنتي صومالي افرت حبه وناكسن وانه وجفت الوين وكحبتي ابي عني افرت وناكسن وانه وكحبتي مصيبة هالي ونعوه افر يا رتاك وكايلي دين لقدومه وحبه هو الدنك هو وسيسين وحيطان منافقين اللي قبلتي وخنيزي اللي قصبتي بعيان قف شراعي نمان اسفوهاي معنى اسفعينا بلاي وطلع اللي قصبتي مصيبة وطلع اللي قبلتي الدنك دلع هو وسيسين افريكا اللي بها افريكا صومالي ادمانتا وابسانتا افريكو والله قبلنا حدي اي سيدان مسكح يدوح كوغاران اي اوالاتو وحاد اوغاتان اني مسؤول كيهين كومنتي كو ديقلياش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب ده قيميه اي قدرين تمودان اد بايدين سلاميا ملك استو دافاح عالم كاد كجوكتان سو دوالا دين عيقان وحادي كغم وقطو واميد كميدي قبلها صوماليات وبرطة تيك توق عانكا يقودهان سوشيال ميديا وما باهنا وحبادان انا ايدين شرحو مقا عيدا وحاف تركي ملاس عطا مرحلة دا ببتا اه اي كسوغان تاي اسلا وقت حادر كان وحنقوها يا حق بدن وقديقة كاقرصون كونا سابسن حاف تركي انتا انصف مقالك اقودة قلين هادية تبوكشتا دا قوه الرئيسي وحان سيحوش مدى كولي هانتا كاقا عدسانا يا انا مركورة چانر كسبسكرايب انو سارتان سيدو كلا وحان كاقا عدسانا يا مقالك انا تلاق انو سارتان شرطان عدين وقدرتان ادلا دوما سانتهي تحقلين تا عدسيكي حاف تركي وقبر صوماليات افكيدا اينا انو شيقي دونتا waxa inaga qarsoon ee dhibaatada ay inagu qabto bal muqaalka ugu horeeyo ani adigaba aan isla daawan assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh salaam kadib waxaan rabaa inaan la hadlo dadka weynaa everton dhaw oo tusa oo isoo horta weydiiyo in shaqtay laas ee waa dibsa idin dhahay laakiin idin kubur ma maqliisiin laakiin xisaabteeda idin taala qaliis soo gudbo weydiiyo alxamdulillah ma isan toosanin in meel ma soo istaagin hale caawiyo ilma iga baahan ma idin dhihin aan toogsida iyo toogsta hadalkaas meel aad keentay ana ma garanayo intaantay weydiiyo ma toogsida alxamdulillah intaan aniga aad jirno idan soo gaarsiis alxamdulillah idna garabkeeda oo san taagnin ila intaan soo dhameysiisay ma isan toogsanin يعني شجعني كان يضل يدل على يسود إكس على يسود إكس على خوفه بسود إكس أنا ما فهم لا أنا ويد الحكوا لما كي جيم سود إكس أو ده هلا لا سود دوتين أو قارن سود فروتين أفيس كراستين فلو أنا ما قرنا بحس ما قرنا ويد لما كي جيم سود إكس كل يلا ويا عد كل ما أنا وقت إكس تا شان سميسا ويد لما توكس تا كده ما أنا فهمتين ويد الحمد لله توكس وياك دنتاي أنت ما قام تا تور يرنى إلى هي كنا حجر بستهم hooyadeeda gameka ay soo dhigtay ay sheegday dadka soo dhigsadaan een dalidada la soo dhigsada qofal ba soo dhigsado een xaaldul boxigii ay soo dhigsada hooyadeeda ma qaran wax ku asti inventin teel kala inta soo anta kal raw een inta xun idinka idin taala saaf maani ma akhiru ila igu dacwee ani ma aragta labadaas eri waa dhibsada Soomaaliya wallahi aad u dhibsada labadaas eri ay soo qurtaan an hal mar soo ooy hal sana social media ka weynay sax laakiin amni dara ahays hooyaan ahaa wadankayga igu soo haajirseen anuna awood u lahaynaan Nairobi igu soo rideen saasii tii haddana nolosheed waa sii wataa cidna maali ina soo istaagi waa baahan wax isii cilmi iga baahan weligay cidan ku dhahay ma jirto laakiin dad dhalinyaro soo dhigsada game oo qabiil ku dhigsada oo cimaamad dhigsada waa loo dhiilay laakiin ani maalin kasta waa toogsan teesa waa oonas yani ala casho ay soo qorisay ilaa igu dacwee ilaahan kala garqaad doon anaki idinka bas wax kale intaas ahayn maha yani
فهميسين فهميسين كلا إذن كنت دعوي هذا الكاس أنتو دمية فهميس بس كسي قرسين لكن هذه حلقة بحين سعد هذا ما خونه وين سعد بحسه ما خونه إدنا معكين دون أنا والله هاوين 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 أمس تعرف كلاس على يسوع قدبو أنت هو اللي أفلق هذه سوء ما أنت ما خلنت إلى ما خلنت بالأقول حال الله هون إلى دونك إنه تقولي كده أرمين دمك مظلوم كان علي س إلهي أسيق وحبا ما ودي حيو لكن ما حسب فهمي سين سمع له إلى حد لكن كهاد ليس واضح دين تو أبركن لكن مقدر خنتي حسنا كسو قدبو أنتي مع فطورك أنت هو اللي معن جعل بروفيل كذا ترى سكرين قاطع لوجل هل صو صرت أوكي هلا والله صو صرت لوجل أنت جعلك الله أنت إنك لوتو هو اللي أفرج هديس أو حن نكون جتين إنك ما ترسل لي فهدين بحى لوجل هل صو صرت شرف إكرام عزيز ويبليدين أنت إجعل أو هواي عدك إيش خرط نمان أنت ونكسن سو مالذي بتكي هي سو مالي دعك إجعل أدي جعله مركاتين وقتين وحنا أصل أي بس 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 والله أصل صارت اسمه جيا هذا ما أريجا يكون واقعي وأريوين لكن دتك أنت بدن إنسان فهمين إلهي وحكوين مجرته وعدي القفل به والله بضاس أري اتراهدو إلهي أيام كدعوين مالن أن ما تأهين أيانا لو كربي حدونا Soomaalidu waxay hor u tiri qof ayaa wuxuu u dhimanaya halkanini oo madaxaan ah wuxuu u dhimanaya halkanini oo madaxaan ah geeridiisa dabadeedna waxa la qalaya waa geel qofka bini'aadamka inta uu ku baahan yahay oo dhibaatadiisa uu sheeganaya ayaana wanaagsan in la garab istaago waa hooyo Soomaaliyeed arur heysata karti badan ilmaheeda korsatay nolol qurux badan gelisay haddana markay dhibaato soo gaarto waxay u cabaneysaa oo ummada Soomaaliyeed maanta waxay nooga baahan tahay mar walba waa garab istaag sideedaba qofka bini'aadamka ah inaad wax siisa waxa ka muhiimsan erey wanaagsan oo aad ku tiraahdo maanta hadii aad garab istaag aad u muujiso gabadh walaashaa ah oo dhibana u ah hadalada qalbi taabadka ah ee xanuunka badan ee commentiga lagu soo qoray adiga commentiga adiga oo caafimaad qaba ayaa gabadhaas soo qortay waliba adiga ku aflagaadeenaya ku qalbi jibinaya dhaawac u geysanaya laakiin maal aan maanta ahayn markii lagu weydiiyo su'aasha ah maxaad erigaas gabadhaas soo tiraahday maxaad ku jawaabi doontaa qof walba oo gabadhaasi Soomaaliyeed ee haafturki ah erey qaldan soo qoray waxaan ka codsanayaa markii hore inuu Ilaahay u laabto tan labaadna gabadhaasi inuu cafis weydiisto waxay sheegtay gabi ahaanba qofkii labadaas erey yiraahdo in adduun iyo aakhira isan cafin doonin Ilaahay hortiisa markaa istaagto maxaad ii doontaa maanta waxay kaaga baahan tahay haddii aad awood u leedahay inaad caawiso waa hooyo Soomaaliyeed xaq waxay u leedahay dadka kale waxay helaan inay hesho miyeesan xaq u leedahay inay faraxsanaato miyeesan xaq u leedahay nolol farxad leh inay ku noolaato miyeesan xaq u leedahay asaageed inay la tartanto dhaawaca ay tabanayso ee xaggiin ugu soo carareyso waxa ka daran midka aad afka ugu geysanaysaan kommenti ku dhigilayaasha ilaahay ka xishooda gabadha Soomaaliyeedna ka xishooda walaal markii hore waxaa idinka codsanayaa gabadha walaasheen ah markii hore inaad ka deysaan erayada ee dhibsanaysa qofka muslimka ah waxa uu dhibsanayo hadii aad ku tiraahdo ogow inay tahay dambi maalinta aakhirana lagu su'aali doono maanta waxa lagaga baahan yahay gabadhaasi hadii aad erey aflagaadaha bari u qortay inaad markii hore ilaahi ka cabsato marka labaadna aad raali gelin buuxdo aad ka siiso gabadha Soomaalida kana codsato inay ka cafiso waliba walaalayaal ilaahi ka xishooda gabadha Soomaaliyeedna ilaahi ugu xishooda
وتكون بسنتي داوشلو مقال كان عديت بقشرة دقه ريسني وحاسي عش مدكود عن تكاع عصرية إن أشانا كسبسكرايب نو سرطان سدوك لو حكاع عصرية مقال كإن لاج نو سرطان شيرتان عدنا وقدرتان مقال كان بدل ما إذا أنت كل مدانا وحديك جت جيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تقلوا